بنات، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه. النهارده انا هعمل لكم ريفيو ان شاء الله عن باليت اي شادو. كان عليها ضجه كبيره جدا وهي بصراحه تستاهل، من شركه اربن ديكي اللي هي نيكد سموكي. ودي الالوان او اغلب الوانها للميك اب للسموكي. لو عايزين تعرفوا الالوان والسواتش ورأي الشخص فيها تابعوني. هاي يا بنات، رجعنا لكم تاني. النهاردة زي ما قلنا هنعمل ريفيو عن الباليت الجامدة قوي دي، وانا عن نفسي بحبها وما بقدرش استغنى عنها. ده شكل العلبة من ورا، فيها جميع الالوان اهيت، ويلا بينا نفتحها من جوه. بسم الله. بيجي مع العلبة زي ريفيو صغير كده يعرفك ازاي تعملي اشكال لوكهات كتير منها اهيت. وطبعا دي الخطوات كلها بتكون مكتوبة. اربن ديكي دي من الشركات المعروفة والمشهورة طبعا، واللي اكيد اغلبنا عارفها. ده شكل العلبة، طبعا شكلها لوحده تحفة، وهي من تحت شفافة زي ما انتم شايفين. ودي الالوان بتاعتها جهيات. طبعا الوانها كلها بصراحة اكتر من رائعة، تمشي قوي سموكي وتمشي ميك اب زي ما احنا عايزين، خفيف تقيل، انت اللي بتقدري تتحكمي في الالوان وفيها. يلا مع بعض نعمل سواتش لكل لون. طبعا بيجي معاها فرشة يا جماعة، بتبقى هنا، بس انا بصراحة غسلاها دلوقتي ولسه ما نشفتش، فلكن هي دي شكل الفرشة اللي بيبقى على العلبة من برة اهي. وهي فرشة اربن ديكي المعروفة طبعا للدمج والقلم اللي هو البنسل براش من الآيات. ودي من قدام، دي فرشة الدمج ودي فرشة البنسل. نعمل مع بعض دلوقتي سواتش للألوان. دي كانت الالوان بتاعتها، اربعة مات، اربعة نقول شمر خفيف، والاربعة الفضلين او خمس الوان الترا شمر او ميتاليك، فيهم لمعة جامدة جدا. تمشي سموكي، تمشي ميك اب هادي، انتي بتقدري تتحكمي في الالوان وفيها الالوان الاساسية، ودي احلى حاجة فيها. طبعا اربن ديكي معروفة خامة الايشادو بتاعها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها، لان هي خامتها ممتازة ممتازة ممتازة، سهلة جدا في الدمج، ثبات عالي. بس طبعا لازم طبعا برايمر للعين علشان يوضح الالوان اكتر وتكون ناطقة اكتر. تعليقي الشخصي عنها اديها 10 من 10. فيها الوان بجد رائعة لذيذة جدا، تقدري تستعمليها وتبدعي فيها. يا رب يكون الريفيو خفيف وسهل عليكم، واقدر اكون افدتكم فيه. وان شاء الله تابعوني في ريفيوهات جديدة باذن الله. باي باي.